اسمع ابو علي الشيباني ونرجع لكم مره ثانيه. اخوي الحمار بتتبع لحياتك. اكو واحد من الحمير يطرح سؤالين اقول له ما اسميه، شلون اعطوني 40 براءه اختراع لاحنا نضحك على الناس؟ هل الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه تضحك على الناس؟ يقينا انت مغفل تحتاج الى قوه. شيخنا يا الله. السلام عليكم. السلام. سمعت ابو علي الشيباني ايش حكى علي؟ يقول هذا واحد حمير ما ادري شلون. خوش بالله عليك، هذا الكلام هو يقبل يعقل؟ هو بخصوص موضوع شنو يعني؟ هو موضوع انا طلبت من عنده مناظره وسالته سؤالين، قال انا عالم بالرياضيات، قلت له تقيس لي المسافه بين الارض وبين السماء وما هي وحده القياس وتعرف ذن البيدي شنو؟ نعم. ما قايل شي يعني. نعم. هو هسه يدعي نفسه بانه المنادي على الاسواق، يعني هو الامام سلام الله عليه. نعم. وكل العالم تدري يعني هو رجل حتى يعني سوره الفاتحه ما حافظ لا ضمه ولا فتحه ولا كسره. نعلمه. زين. من باب الاختراع يعني شو مخترع مثلا يعني؟ مخترع يعني كاشف مثل صانع البريج فرضا يعني. لا الزرف. مسوي له فد مخترع. الزرف التاسع اللي تشوف شي. لا اي والله بس زين، يعني صانع الخريط وحد المهوة. شر البليه ما يظهر. أيوة. هو رجل مخارج كلام عن لا حافظ كسره ولا فتحه ولا ضمه. إيه هو رجل معروف هاي السوالف زين، حرمر وهاي السوالف يعني شغله معناته. اما الجابه فهذا ترى الشيطان هو وجوده هو خير محض الانسان، مرات الانسان الشيطان يلعب به. احسنت يا شيخ. تدعى الامام زين العابدين سلام الله عليه من يقول اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، يعني فيه خير، فهذا مزين الشيطان عمله. فمدهن الشيطان. نعم. زين او نافذ. هذا رجل ما يسوى حقيقه الرد يعني، انسان لا صاحب علم ولا صاحب درايه ولا صاحب روايه. زين. وهذا موجود اليوم، احنا العياذ بالله دجل على قدم وساق قام بالعراق الحمد لله. هاي فتاحين فان صاروا ايش قد؟ كل اربعه بربع. زين. فابو علي الشيباني معروف يعني بين الناس بين العالم معروف الرجل. احسنت. اي وكذلك يقول عنده اختراع ممتحن، اختراع ما ليش يعني بس اللي يعرف صنع الصنع يعني. اي والله الصنع بس اللي يعرف يعني، بس انا ما اريد انزل يعني مستوى الفاضه وما اريد اسوي زين. وثاني شيء شيخ العزيز ما يسوى الرد، ولكن انت تكليفك جزاك الله خير حتى تبين حقائق للناس يعني. هو يدعي معلم هو معلم مين ايش يقصد به المعلم؟ يعني هسه حتى هم للناس يعني من طريق بيتك ترى معلم يقصد فيه صاحب الامر، هسه هو صاحب الامر هم ما عنده ذوق ابو علي يعني، ابو علي ما يعرف الكسره والضمه والفتحه والله ما ادري يعني. زين فسلام والسلام. الله اي والله سلام. الله زين انت اكبر وانما زين، انت رجل طالب علم يعني وحقيقه خوش يعني كلام الرجل اذا يعرف. وثاني شيء هسه لو هم صارت له مصيبه بالمناسبه تدري بيها لو لا؟ لا هو قال المالكي اخر رئيس وزراء، المالكي طلع عليه تسجيل شلون والله؟ كم ما قال؟ لا بس كم ما قال لنا هاي؟ ما تسجيل يدري بيها لو لا هو؟ ما حكاها. قال اخر رئيس وزراء المالكي زين. انا مصدق هذا اللي كذا ما يخالف. لا لا زين بهاي شو ما ثبت. لا هو من تنزل ماكو تنزل فد شيء ملائم اليه راسا ينزل ويقول يا رب هذا ترى تاريخ قديم، يكتب على الفيديو التاريخ القديم بس ما يدري تاريخ البث. هسه هو درب اليوتيوب تسجيلات مسربه. اليوتيوب ما يتلعب بتاريخه بس يتلعب بالتاريخ مال المونتاج، مونتاج الفيديو. هذا الرجل لا يصور الحقيقه ولا هذا يعني تعبت نفسه وياه؟ الحقيقه ولكن انت من باب التكليف الشرعي. ادعي له ادعي له الشيخ بلكت الله يرد العقل. ادعي له ادعي له. والله الحمد لله. اللهم يحفظك شيخ في امان الله.